و73 سنه في الحرفه وما عنديش حتى درهم، و73 سنه في العمر ديالي، و45 سنه وانا في هذه الحرفه هذه. الله يعطيها الخره وتسلس. انا ما خصني لا مربع ولا هادي ولا هادي، الله يعطي الخره وما مربع. اللي كاين المشاكل اللي كاينه للعمال في سوق الجمله الخضر والفواكه، هما اساس كيطلبوا واحد الحاجه بسيطه هي مدونه ديال الشغل، التطبيق ديالها. المدونه ديال الشغل الحقوق الاساسيه ديال العمال اللي هما كيفتقدوا لها، هو الحد الادنى للاجور مع احترام الاقدميه، ورقه الاداء، بطاقه العمل، والعطل الرسميه والعطل الدينيه والوطنيه. بقى 20 سنه وانا خدام هنايا، وهذه 10 ايام وانا جالس كنهور من السوق ما كنخدمش. با راني قوا علينا هنايا، ما بقينا كنلحقوا والو. مجوز وطلقت قوات هذه الخدمه اللي خدام انا في هذا السوق هذا. سمعتي، ما كاين والو. هذا الشيء اللي عندنا حنا في هذا السوق هذا ماشي هو هذاك. وعدنا الرئيس اننا غنجلسوا مباشره مع الناس اللي مسؤوله على هذا الملف. هذا الانسان اللي مسؤول على هذا الملف اربعه المرات هو كمل معنا موعد وفي اخر المطاف كيلغاه، ما عرفناش. حنا كنا النيه ديالنا اننا نعرفوا شنو وقع في هذا الملف ديال اختيار الوكلاء سوق الجمله، اللي جاو عندنا ناس طاحوا علينا بالباراشوت ما عرفناهمش كيفاش جاو لنا هذا السوق هذا. الناس ما عمرها عرفت الباب ديال المارشي، ما عرفها عرفت الباب ديال المارشي، وها هو الراي العام، ها هو حاضر ويشهد بهذا الشيء هذا. الناس ما عمرها دخلت. الصفه الوحيده اللي كانت عندهم انهم خدامين مع الرئيس صفة حزبية، الولاء تام، انتخابي حزبي كما هو كان ديال الرئيس. كاين ساد الناس ضربوا 17 عام، زادوا لهم 3 سنين يا 20 عام، عطاوهم سبعة المربعات ليلهم هما نيت يسيروهم. فهمالي انت، انا ما فهمتش، لانك المارشي ما فيهش المهني بصفة نهائية، ما فيهش شي واحد اللي غادي يعرف يسير هذا المارشي هذا، كاين غير ديك الساوي، ولا ما كانوا يسير المارشي غادي يوقف. ومع العلم ان 72 ملف اللي تنزل ديال المهني، وكاين الناس اللي هي مهنيه ديال بصح، ولحد الساعه ما عرفناش الاسباب ديال الاقصاء ديالهم.